تفاوت. اليوم جينا ما نقدرش نخبيو على بعضنا، وقلتها انا كلمه وين كنا وين صبحنا. احنا كنا خايفين، كنا لا نلعب في البلاي اوت. اليوم جينا احنا نلعب على البلاي اوف، وليدات صغار مون ديكسبيريونس 100%، مون بوكو ديكسبيريونس ملاعبين. ماهيش هذه الاطوال اللي نورمالمون تلعب قدام الجمهور هذوما اللي موجود. ماهيش الاطوال تاع صبير بيا، ماهوش الاطوال، ما فماش في الاطوال ان جوار اللي فريمون تقول با توب ينجم يلعب في ليكيب ناسيونال. قاعدين نلعبوا بوليداتنا، قاعدين نلعبوا بوليدات تحت 21 سنه، قاعدين هما اللي حركوا اكثر. الملاعبين اللي عندنا الاخرين افيك بوكو ديكسبيريونس اللي هو صدام وبوزره والملاعبين هذوك، دونك اما ماناش ليتوال هكا بين عشيه وضحاها تحب تلعب في الشامبيونان. ما نقول اسمعني راهو خمسه ملاعبين راهو كبار، حتى خمسه ملاعبين اللي هما السيفني، حسين بن عياده، علي الجمالي، صدام بن عزيزه، على خمسه اشتروا كامل. اي لا لا نحكي لك انا، لا 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 نحكي لك انا، لكن ما عندكش القدام زياد الجزيري، ما عندكش القدام زبير بايا، ما عندكش القدام هكا تزيري اللي ماركي 14 بوند اللي مشى للسد بونجاح، ما عندكش لي كاليتي القدام. علاش نقدر نكبر بعض الاولاد قاعدين يقول واجب اوني لا كلاسي كاتريم ولا سانكيم، فما شويه اخرين نجموا نربحوهم كما فما شويه اخرين نجموا. ونقول لك حاجه انا لا نقول لك حاجه كنا فرحانين. انا نتفكر ماتش سرجيس الاولاني وكان خسرناه كنا الاخرانيين، وعملنا لو ماكسيموم لو ماكسيموم باش نمشيو البلاي اوف. في البلاي اوف باش نحاولوا باش نكونوا بين الثلاثه الاولانيين. ولا نسلكم نقول لكم بصراحه تامه، الاطوال مازالت ما عندهاش جمعيه بصراحه في الشامبيون ليج، ما عندهاش جمعيه في الشامبيون ليج. تحبوا تلعبوا بالسبور في الشامبيون ليج؟ ما هذه الحقيقه. احنا ممنوع من الانتدابات وهات من اللاوي، وقت توصل تلعب ترازيام انا كنت في الرجاء ونعرف، وقت توصل بوصلها قالوا احنا رانا ماناش تاع الشامبيون ليج، احنا بتاع الكاف، رانا ما عندناش ملاعبين تاع الشامبيون ليج. في الشامبيون ليج انت عملت الدور الاولاني، علاش من وليدات صغار وقاعدين يحاولوا قاعدين يخدموا. تفضل خويا. بالنسبه للماتش معناتها مقابله منتظره ما بين فريق كبير اللي بعد تعادل صفاقس كان لازم عليه باش تكون رده فعله قويه، حبينا بدينا المقابله معناتها بتوازن ما وبدينا بعد نضغط، وجات الفرص الاولى ما سجلناش، بعد نص ساعه جات تسجيل زوز اهداف كانوا باهين لنا خلاهم المنافس يدخل في بعض يلقى بعض صعوبات. بداية الشوط الثاني معناتها النجم الساحلي فريق كبير اللي تنتظر منه ردة فعل كبيرة، استغل يمكن ما نقولش ريلاشمون ما نقول قلة الثقة معناتها في الفريق نتاعنا. الحمد لله حتى كي رجع النجم الساحلي هدفين مقابل هدفين، استغلينا هدف غلطة من بن عيادة استغليناها وزيد كرة ثابتة. ديما نقول معناتها الاتحاد المنستيري فريق ماذا بينا يلعب ما غير ضغط، معناتها كل ما نلعبوا ما غير ضغط يقدم كره مزيانه ويطبق التعليمات اللي نعطيها في التمارين. فما منه ما تويك الكره الحقيقه معناتها الفرق اللي تو ترشحت البلاي اوف كل الفرق كل تعرف بعضها. معناتها الفريق اللي احنا يمكن اليوم تخلى النجم الساحلي بثلاثة أربعة ثلاثة مع العوافي وبن عيادة دوزيك سونتري هما اللي نعرفهم انا بالكدا، دي جوار اللي يحبوا الكلوار معناتها يمكن خلاو الوسط فارغ استغليناه احنا بخاطر فما جاك ومعتز، واحنا عندنا اربع لاعبين في وسط الميدان هو اللي اعطانا اون تام دو ماتش باهي وخلتنا ناخذوا الاسباقيه. صحيح معناتها كنت نحكي فيه معناتها الاتحاد المنستيري فريق معناتها كي يلعب على امكانيات لاعبيه ويطبقوا التعليمات والتمارين اللي نخدموا فيهم في وسط الاسبوع يقدم معناتها كوره ممتازه. الحاجه اللي ما نحبهاش في الملاعبيه نتاعنا وفي فريقنا ككل حتى الجماهير وواحد نقص الضغط على الاتحاد المنستيري باش يقدم كوره باهيه. تعرف الملاعب التونسي تحت الضغط ما يجمش يقدم مقابلة باهية، هذا اللي يمكن قلقنا شوية في مقابلة الترجي سيرتو من الناحية الهجومية. اليوم كنا خير برشا.